عمر بن الخطاب رضي الله عنه سورة البقرة بس وحبرنا الله بس برشاد مركب معها قفك إنه بق وحفظ ديو تفسير كده وفهم معه هو دخن كقرآن ك نبين كيسي حلاوة إنه دري مخفك آياتها قرآن كخاركود مركب في رصيد ويا بس إله سبحانه وتعالى سيدو يعني وددك أولها الله المرنت أوكله إلهي مركو ددك واللي من آياتها أدك أولي وحاكمين ومركي آم فيري معاني بدن أكدر يا معي قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم آية سبحانه يري قلين أسمانيسا قف والب مسلم إيقال وأدوامات إلهي كميدا وقلت قلعي هبقوا سننا لقنا لا تقنطوا من رحمة الله رحمة إلهي كقو سننا النبي صلى الله عليه وسلم من رحمة ملكو كهلا وحو شيء إن بخل إهد هل كميدا رحمة إن إلهي هو سودي وأدوامي سكونا حرستان سجاشن إيه سجال كلو كمدة إنه إله حجز أصدق أرد وكذلك قفك كتابك الله سبحانه وتعالى وأمانه آية هذا تقانو أمانك وطا والنبي صلى الله عليه وسلم هل يبلغ عني ولو آية ارتدك إيه جارسية آيات بإلهها كمية محاك الله لغوصي فضيلة خيركم من تعلم القرآن وعلم حقنك وغير بدن قفك قرآن كبرنا كذبنا ذات كسير بري أبيا بأن النبي صلى الله عليه وسلم يمي مركز عكوري يا أبيا أبيا إلهي باوح سوء أمر إنا وقضوا الأخر يوم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب مركز عكوري أصماني الله ما أنيقوا إلهي مقعي الشيء أبيا أبيا وأوي عمر بن الخطاب رضي الله عنه باهبين وحوم مخلي نن دلن يرى وكنت كنا إذا وقعت الواقع ليس لوقعتها كاذب قافضة الرافعة إذا رجت الأرض رجة وبست الجبال بسة فكانت هباء منبثة عمر بن الخطاب رضي الله عنه استاق وكدح تضم مع الموت بل زيارني يلبوخني عمر روحه كعب سنة هي يا قرآن كي يقولها اللي واك أنا هرتين يال قرآن كمرك عبارته وحقوق فرماي وحول البق ومناجف صبحها أنا وجع لها صبحها يجا وصبح صلاة الصبح عن جميع هذا كسر تكتب وأن صو آخر سورة ياسين وقلب القرآن وزورة الزمر أن صو آخر صو آخر استو أو آيات فطوحاتك وحول بو مالك سأصو شرطكتو وهي ليسا وصورة الياسين قلب القرآن وصورة الزمر صورة إنا فتح صورة الفتحة لو يقانا صورة فرشدة وصورة إلهكم مدنا إذا وقع صورة إرزاق